السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه حتى يرضى ربنا وبعد الرضا واذا رضي سبحانه هدانا لدينه فله الحمد سبحانه جعلنا مرابطين فله الحمد سبحانه رزقنا الغدو والرواح إلى المسجد الأقصى فله الحمد. أنا ماذا أكون أنا بلا أقصاي أو ديني لإسلامي أعيش أنا ليحكم في الورى ديني وصوت مؤذن الأقصى إلى الفردوس يدعوني. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الذي يدوم ملكه ولا يزول الحكم العدل الذي لا يظلم ولا يجور.
يقول: اللهم إنا رضينا بك ربا فاشكر، ورضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا فاشهد، ورضينا بالإسلام دينا فاشهد، ورضينا بالقرآن دستورا ومنهاجا فاشهد، ورضينا بالمسلمين إخوانا فاشهد، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، آمن بالإسلام ودعا إليه شابا وشيخا، أعظم الله به بعد الذلة وجمعنا به بعد الفرقة. يا رسول الله، اشتد ظمأنا إلى لقياك، وطار بنا الشوق إلى صحبتك في الفردوس الأعلى، فارزقنا اللهم سقياه على الحوض، وارزقنا الاجتماع به في جنات النعيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين، وعلى أصحابه الذين نصروا الدين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان. وصل اللهم على كل من يشد الرحال إلى المسجد الأقصى للصلاة والرباط فيه، وصل يا ربنا على كل شاب مسلم مرابط في بيت المقدس وأكنافه إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها المسلمون الشباب في عصر الصحابة والتابعين، أرادوا النصر لدينهم فانتصروا، وأرادوا العزة لأنفسهم فعزوا، لأنهم عرفوا طريقهم وهو اتباع القرآن والتزام هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني ماجنات ولا عرفوا التخلف في البنينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. أيها المرابطون، لماذا بعض شبابنا اليوم منغمس في الشهوات ويركض وراء الضلالات؟ لماذا بعض شبابنا يرفض منهاج الله ويقبل شرائع الإنسان الظالمة؟ لماذا بعض شبابنا يضيع هويته الإسلامية بالولاء للكفار وبالنفاق في الدين؟ أما آن أن يكون فينا شباب كمصعب بن عمير، ذلك الشاب الوسيم الذي ترك الغنى والدلال ليحمل الإسلام على عاتقه؟ أما آن أن يكون فينا شباب كأسيد الأنصاري، ذلك الشاب الذي حفظته الملائكة وهو يتلو كتاب الله تعالى؟ أين أنتم يا شبابنا من عبد الله بن الزبير، ذاك الشاب الصوام القوام؟ ألا تفتكوا به وبأمثاله وتتركوا الاقتداء بالمخنثين والماجنين والساقطين؟ أنسيتم أيها الشباب أنكم عماد ديننا وعمل أمتنا، بكم نصول وبكم نجول وبكم ننهض من قوتنا، ونقوى بعد ضعفنا ونعز بعد ذلنا؟ الله الله في إسلامكم، الله الله في شعبكم وأرضكم وقدسكم وأقصاكم وشعائر دينكم. فصلاح الدين شاب هزم الصليبيين، وقدس شاب دحر التتار، ومحمد بن القاسم الثقفي شاب فتح السن. أيها المؤمنون، أيها المرابطون، يرفع العالم اليوم بيد واحدة سكينه على الإسلام ويضعها على جيده ليذبح
وجهه من الوريد إلى الوريد بحجة أن الإسلام إرهاب، وهم صناع الإرهاب وأهله، يقتلون المسلمين ويسجنوهم ويطاردوهم ويدمرون بيوتهم ويفسدون في الأرض ويعلون بالباطل. إنهم سبب خراب العالم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وتربوياً. إنهم يحاربوننا في شعائر ديننا، في أذاننا، وفي مساجدنا، وفي صلواتنا، وفي أقصانا، وفي لباسنا الذي ارتضاه الله لنسائنا. فيا رجال الإسلام ويا شبابه، كونوا كإبراهيم عليه السلام، ذلك الشاب الفتى الذي حطم الأصنام وأنكر على قومه كفرهم، وقال لهم بصوت المؤمن الواثق من دينه وربه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يا شباب ذي المقدس وأكنافه، ألا تحبون أن تكونوا كيوسف عليه السلام، رفض الفاحشة وهرب منها ولجأ إلى ربه داعيا وقائلا: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فحذاري، حذاري من التساقط الأخلاقي يا شبابنا، فإنه طريق إلى التساقط الأمني، وكلاهما طريق إلى خزي في الدنيا وعذاب الآخرة. فتمسكوا بدينكم ليصرف عنكم ربكم كيد الكائدين. كونوا يا شباب المسلمين كموسى عليه الصلاة والسلام، فلا تلاحقوا أخواتكم المسلمات ولا تقتلوهن من خلال الهواتف النقالة وغيرها. حافظوا على أعراضهن فهن أعراضكم وأنتم من يدافع عنهن. وهذا موسى عليه السلام يخاف على فتاتين لأنهما لا تريدان مزاحمة الرجال من أجل سقي الماء، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأما أنتن أيتها الشابات وأيتها المسلمات، ففي عائشة وحفصة وأسماء ومريم البتول قدوة لكن جميعا. فهذه مريم المرأة الشابة المرابطة في المسجد الأقصى، والعابدة الطائعة لربها، السالكة العفيفة المرضية، إن فتحها ربها فقال فيها: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فحارسنا التبرج والسفور والخلاعة والوجود، فلا تقطعن من قول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. يا شبابنا يا مسلمون، عليكم بالجد والاجتهاد، حاربوا الميوعة والدعة والانحلال، وانشأوا في طاعة الله واهرموا في عبادته، انشأوا في طاعة الله واهرموا في عبادته. فمن نشأ في طاعة الله في الدنيا كان في ظله يوم القيامة. واجعلوا استمتاعكم بشبابكم وحياتكم بقراءة القرآن وطاعة ربكم. نريدكم كمؤمن آل فرعون، رجلا قام بواجبه وأنكر طغيان فرعون وجنوده. وقد جاء في الحديث الشريف: إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليس له صبوة، أي الشاب الذي ليس له ميل إلى الهوى لحسن اعتياده للخير وقوة عزيمته في البعد عن الشر. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتنم خمسا قبل
شبابك قبل هرمك، لأن فترة الشباب من أوائل ما يُسأل عنه المرء يوم القيامة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع، وذكر منها وعن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه. فتذكروا أنكم موقوفون بين يدي رب عظيم يسأل عن الكثير والقليل والكبير والصغير. فأدوا ما عليكم اتجاه دينكم وأمتكم وشعبكم، واعرفوا مكانتكم فالزموها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالله معكم يا مسلمون يدلكم على كل خير، ويقربكم ويهديكم إليه، فاعملوا بطاعته واتركوا مخالفته، تجدوه معكم في الشدائد، فاستعينوا به على ما أنتم فيه من ابتلاء، وتوكلوا عليه، وخذوا بأسباب النصر، فهو كاشف الكروب سبحانه، وكل شدة بعدها فرج، وكل عسر بعده يسر. فكونوا للقدس، وكونوا للأقصى، وكونوا لدينكم خير خلف لخير سلف. هذا أمدنا فيكم. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم احفظ شبابنا بحفظك، وارعهم برعايتك، واكلأهم بعنايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، فإنك أنت خير الحافظ، وأنت أرحم الراحمين. وأنتم يا عباد الله استغفروا الله، فإنه غفور رحيم، وادعوه أنتم مسلمون به. الحمد لله رب العالمين، لا رب لنا سواه، ولا نشكو ضعفنا إلا له. اللهم أنت حسبنا ومولانا ونعم الوكيل، نشهد أنك لا إله إلا أنت، سبحانك إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، يا مسلمون يا مؤمنون، إن شعبنا الفلسطيني في أمس الحاجة إلى ترتيب بيته السياسي والاجتماعي والتربوي في ظل الهجمة المبرمجة والشرسة التي يتعرض لها. ترتبوا بيتكم الفلسطيني على اتباع شرع الله، وعلى الوحدة والاعتصام بحبل الله المتين، وتمسكوا بثوابتكم التاريخية والدينية. فالقدس أرض عربية إسلامية، والقدس مدينة عربية إسلامية، والمسجد الأقصى لا حق لغير المسلمين فيه، فالله سماه في القرآن مسجدا، وأمر ببنائه مسجدا للمسلمين قبل أن يكون على هذه الأرض أحد من اليهود. واليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون أن المسجد الأقصى للمسلمين، فعندما تحول القبلة منه إلى المسجد الحرام قالوا: ما ولاهم
عن قبلتهم التي كانوا عليها، فكيف يدعون اليوم غير ذلك؟ ولهذا وعد الله من يعتدي على المسجد الأقصى بالخزي والعار والعذاب، فقال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا مرابطون، إن المسجد الأقصى والقدس من أهم ثوابتنا الدينية والتاريخية، ولا نرضى المساس بهذه الثوابت أو التفريط فيها، وإن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام وفريضة من فرائض الدين، يجب على المسلمين إظهارها وإعلانها والحفاظ عليها تعبداً لله تعالى. والأذان يزعج الشياطين ويخيفهم، وأما من يؤمن بالله فلا يزعجه آذان ولا يخيفه. وإن المسلمين على هذه الأرض يزعجهم كل ضلال وباطل ومنكر وشر، ويمشون رحيلهم وانصرافا. وإن المسلمين على هذه الأرض يزعجهم ولا يرضيهم كل تدخل سافر في مناهجهم التعليمية وفي حياتهم الدراسية، فنحن لنا قيمنا وثقافتنا ومنهاجنا، ولا نسمح لغيرنا التدخل فيه. وقبل ذلك وبعده، فإن كل تدخل من الاحتلال في شؤون المسجد الأقصى، في أبوابه وفي رحابه القاهرة وفي كل جزء منه، نرفضه ولا نرضاه ونستنكره، ونستنكر ولا نرضى الاقتحامات اليومية الاستفزازية، ونستنكر منع دائرة الأوقاف من القيام لأعمال الترميم والصيانة، ونطالب الأمتين العربية والإسلامية بالعمل الجاد على منع الاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى موظفيه، بل نطالبهم بالقيام بواجبهم الديني والتاريخي والسياسي والأخلاقي اتجاه قبلتهم الأولى، ونقول لهم: كفاكم خذلانا، كفاكم خذلانا، كفاكم خذلانا لقدسنا وأقصانا وشعبنا. أيها المسلمون، يا شبابنا، حافظوا على وجودكم وثباتكم، والزموا الصلاة في المسجد الأقصى، وكونوا يدا واحدة ولا تتفرقوا. إياكم من الاقتتال أو الانشغال بأنفسكم، الوحدة الوحدة على نهج الله وشرعه، وكونوا كما أمركم رسولكم صلى الله عليه وسلم أن تكونوا عباد الله إخوانا. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله ولا يسلمه. اللهم أعلم بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجمع على الحق صفنا. اللهم نفس كرباتنا وكربات المسلمين في كل مكان، في سوريا والصومال وبورما وفي كل البلدان. اللهم أنت حسبنا وحسب أقصانا ونعم الوكيل. اللهم اجعل بلاد الشام عامرة في الإسلام والمسلمين، وأخرج منها الظلم والظالمين، واجعلنا من أوليائك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل لنا ولكل المسلمين من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا ربنا يا الله، أثمن علينا وعلى ذرارينا نعمة الرباط في المسجد الأقصى، واحفظ لنا قدسنا وأقصانا من اعتداء الظالمين. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، واجعل هزيمتهم في تدبيرهم. اللهم كن مع الأسرى والمحاصرين، أطلق سراحهم وفك حصارهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا، ولإخواننا ولأخواتنا ولأبنائنا ولزوجاتنا ولبناتنا ولموتانا وموتى المسلمين، وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، وادخلنا جنات النعيم. وأنت يا أخي الكريم، يا مقيم الصلاة، أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
استقيموا واعتدلوا أثابنا وأثابكم الله. سو الصفوف وسد الفرج، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والله عليم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Thank you.
الله.